الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، يقولون خوارج، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من احتفى وارتدى، أنا ابن من عرج به إلى السماء فكان كقاب قوسين أو أدنى، وصلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن خير النبيين، أنا ابن تمام عدة المرسلين، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، إلى أن قال أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين ولم يكفر بالله طرفة عين. سجدوا إلى الأصنام كلهم، أما جدنا لم يكفر بالله طرفة عين حتى قالوا كرم الله وجهه. أنا ابن من؟ أنا ابن يحسوب الدين وإمام المتقين وصالح المؤمنين ونور وأمير المؤمنين، أنا ابن علي بن أبي طالب. فبكى الناس، يزيد تقول خوارج، وإذا به يقول أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. أقرح القلوب وأسبل الدموع حينما قال أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن من رأسه بأرض وجسمه بأخرى، أيوا حسين. أبكى مجلس، مأتم في مجلس يزيد وثورة من مجلس يزيد وعرش يزيد لعنه الله. وإذا يزيد قال للمؤذن أذن، ما قبل يصعد الإمام الأعواد، ألح الإمام وأصر، فأصر الناس عليه. لما أذن المؤذن قال للإمام ما هذا وقت صلاة ولا أذان؟ قال أذن، قال الله أكبر، قال كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء أعظم منه، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال شهد بها جسمي ولحمي ودمي وعظمي، وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين. لكن لما قال أشهد أن محمدا رسول الله بكى الإمام حتى على نحيبه، قال يزيد محمد هذا جدك أم جدي؟ فإن قلت أنه جدك فقد كذبت وأثمت وكفرت، وإن قلت أنه جدي فلما قتلت أبي الحسين؟ وإذا البكاء يزيد نثر أموال على عقلية يزيد من الذهب على الإمام، كم تطلب يا ابن رسول الله؟ قال ويحك يا يزيد، قدم أموال وقد قتلت أبي الحسين. اتبرأ قال مو أنا اللي قتلت، وكان يتفختر ويتفختر أو يتفاخر بقوله لعبت هاشم بالملك. وإذا يقول ابن زياد هو من قتل أباك الحسين ولعن الله ابن زياد، وتبرأ من فعله. وإذا إجل ما تطلب؟ قال أريد رأس أبي الحسين ورأس أحبتي وإخوتي وعشيرتي وما سلب منا في كربلاء. أعطاه كل شيء، ورواية إلا الرأس الشريف المعظم، أخذ رأس الولي المعظم ورجع به. وإذا في مفرق طريقين يلتفت الحاذي إلى الإمام زين العابدين، يا ابن رسول الله هذا مفرق طريقين، طريق يؤدي بنا إلى كربلاء
وطريق يؤدي بنا إلى المدينة. يا ابن رسول الله أي الطريقين نسلك؟ أسألك بالله يا مام، إذا يسألونك يقول لك تتمنى زيارة الحسين لو لا؟ يسألون الإمام زين العابدين هذا السؤال وهو في شوق وحنين، لكن يعرف زينب مثقلة ومتعبة ومثخنة بالجراحات والآهات والمحن والمصائب والرزايا، يقول ما أدري تتحمل عمتي زينب لولا؟ التفت إلى عمتي: عم زينب هذا الحاذي يقول هذا مفرق طريقين، عم زينب أي الطريقين نسلك؟ فصرخت زينب: قل للحاذي يعرج بنا على كربلاء. قولوا الحاذين يمر بالغاضرية، سلم على الوالي وننصب له عزي وياها. قولوا الحاذين يمر بنا على حسين، نبغي نزور حسين ونشوف اندفن وحسين، والله لروي قبرك ويا بدمعة العين، ويا ليت فوق القبر تحضرني المني نذا العليل مدمعها بالخذ مذروه. اكسب معانا اليوم يا نعمان معروف، مروا بعمات وخواتي الارض لطفه، قال لا فلعصي لك أمر يا ابن الشفي. عرجوا بهم على كربلاء، أول من وصل جابر قال: يا عطية خذني إلى النار. اغتسل اتزر ثم قال: ألمسني القاء الشريف. يقول عطية: ألمسته القاب، فأخذ يتمرغ بترابه ثم صاح ثلاثا: حسين حسين حسين. وأغشي عليه، يقول ظننت أنه مات على قبر الحسين. سكبت الماء على وجهه، لما أفاق صاح ثلاثا كلنا ويا جابر: نادى حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين. ثم قال: حبيب لا يجيب حبيب، وأنى لك بالجواب، وقد ثخبت أوداجك بأثباجك وفرق بين رأسك وجسدك، غير أن قلوب المؤمنين غير راضية سيدي بفراقك، ولا شك في حياتك طبتم وطابت الأرض التي بها دفنت. وإذا عطية: يا جابر سيدي جابر، أشوف ضعينا مقبلة نحونا نحو قبر الحسين. قال: قم وانظر، إن كان إمامنا زين العابدين وأنا موعود فأنت حر لوجه الله، وإن كان عسكر بن سعد لعنه الله فأعلمني. وإذا الإمام زين العابدين لما نظرت زينب إلى القاع وشافت قبر أخوها، قبر أخيها الحسين، صاحت: يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا ومايا
أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. عرجوا على قبر الحسين يقول إمامنا زين العابدين، فلما نظرت زينب إلى القبر رمت بنفسها على قبر أخيها الحسين. فلما نظرنا إليها النساء رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري، فتلك تنذب حسين وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر. أعرج على قبري الشهيد صار للنياح، والعابد السجاد من فوق الجمل طه، وزينب تنادي آه يا عز انقضى وراح. خرت على قبره ويتاماها أخذت تهيل التراب على رأسها وتنادي نور عيني حسين. أخي حسين جئتك بعد الأسر والسر، لكن أبو علي قوم من قبرك لأشكو إليك أحوالي وما جرى علي. ادقل دقعيد أحكي لك عن أحوالي بهالسفرة. مشينا على الهزل يا حسين خويا مشية القشرة، ولابن زياد ودونا وجنايزكم على الغبرة. إذ قل جيتك وجبت الراس وياي من السبي وكانت فيه سلوى. دق علي يا عزنا وبلكت حمار، قل لي ابو علي ودونا للشمات الى الشماته، ابو علي يضربونا ويسب ابينا علي. تقول له ورحنا الشام آية الشام ما ينوصف طريها، عساني موسدة بقبري ولا طبيت واذيها. يا خويا يقصر لساني عن اهوالي طحت بيها، مثل عبيد علوج بن امية يسومونه. والله الحاج خميس حسن يقول لما دخلنا يا عزيزي بلدة الشام من قبل ما ندخل علينا رفة أعلام، جند سبايا الروم عدهم محنا إسلام، والخلق كلها معيدة وتلبس الزينة. وإذا صوت من داخل قبر الحسين، عزيزتي زينب أخي زينب جئتم إلى زيارتي، لكن أخي أين بنيتي رقية؟ أخي زينب أين عزيزتي رقية؟ بلسان الحالها أريدك وياي يا مؤمن في هالدقائق المعدودة من القبرين شريف الصوت طالع من نحر الحسين. رقية وين يا زينب خبريني الصغيرة وين؟ رقية وين يا زينب خبريني الصغيرة. سمعت أصوات يا زينب وعرفت اللي لفوق قبري، وحدة تصيح وعزي
وحدة تصيح واذخري ورقية ما أسمع إليها صوت وخبرها صرت ما أدري شكثر والهان يا زينب لشوفت بينك نور العهد وياي شكثر والهان يا زينب لشوفت بينك نور العهد تجيني وما تجي بيها معاش تزور والدها وانا مشتاق يا زينب هل مدلل اخدها ترى مو فاقد الوالد الوالد هو فاقدها صاير حتى ما اسمع رقية تصيح ابويا حسن من القبرين شريف الصوت طالع من نحر الحسن رقية وين يا زينب خبريني الصغير يا ليت اسمع رقية تقول كلمة برد فاضي ترى همي الذي همني وشغل بالي على اولاد يا زينب يا زينب كل الرقية بنيتي شمعة الوادي صاير حتى ما اسمع رقية تصيح ابويا حسن قالت خويا سامحني ترى جيتك بلياها قالت خويا سامحني ترى جيتك بلياها أبحكي والقلب مفطور وذوبني تربكه تركت الطفلة بالشامة تتركت القلب وياها رقية وين يا زينب خبريني الصغيرة يقول إمامنا زين العابدين والله لقد خشيت على عمتي زينب أن تموت على قبر أخيها الحسين يغشى عليها تارة وتفيق تارة أخرى حتى رفعت رأسها فقلت عمه عمه أنا أدري عمن تبحثين قالت بلى دلني على قبر ابن والدي دلني على قبر كافلي وومت على أخوها أبو فاضل تنادي دق عليا من قطعة على جودها يا ماضٍ يا خويا الشام ترضى طب واذي يا كرام ما تاخذكم الغيرة على قل وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونه وهذه الروس جبناها ومنكم نطلب وراس حسين سمحوا لي تراه مكسر سنونه تقل عفتك ايام كل يوم بعام قوموا شوف مصابك اعظم لو هضم الشام تقول اني زينب وجيتي من اليسور يمك يمين طاحوا توذر على الارض جسمك اريد اذكر إلك هضمي وسهم هضمك
ونشدك يا هو أصعبها